ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي بشأن توفير المعدات والأجهزة الكهربائية وجهود الحكومة وقيادة السلطة المحلية في أبين، وصلت إلى محافظة أبين عدد من المعدات والأجهزة الكهربائية بقدرة 10 ميجاوات خاصة بكهرباء المنطقة الوسطى بالمحافظة، والتي تضم مديريات لودر ومودية والوضيع ومكيراس. مزيدا من التفاصيل والزميل وضاح الشليلي. لتخفيف عجز الطاقة الكهربائية التي تعاني منها محافظة أبين، وصلت إلى محطة كهرباء لودر بمديرية لودر بمحافظة أبين مولدات كهربائية بقدرة إنتاجية تبلغ 10 ميجاوات. المولدات التي وصلت لودر هي في إطار توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي، بذلت فيها قيادة السلطة المحلية بمحافظة أبين ممثلة بالمحافظ اللواء أبو بكر حسين سالم جهود كبيرة في رفض قطاع الطاقة الكهربائية بالمحافظة وزيادة قدرتها الإنتاجية من خلال متابعتها المستمرة للحكومة. قيادات من السلطة المحلية بمحافظة أبين كانت في استقبال هذه المولدات، يتقدمهم وكيل محافظة أبين العميد محمد ناصر الجحمة ووكيل المحافظة عبد الله الحمزة ومدراء عموم مديريات الوضيع ولودر ومودية. اليوم نستقبل 10 ميجا في مديرية لودر المنطقة الوسطى محافظة أبين، بناء على توجيهات الأخ فخامة الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي بتوفير هذه إلى الأخ رئيس الوزراء في الفترة خلال الفترة الماضية، واليوم وصلت إلى مديرية لودر، ونشكرهم على كل ما بذلوه، ونشكر الأخ وزير الداخلية والأخ محافظ المحافظة على ما بذلوه، والأخوة مدراء عموم المديريات المنطقة الوسطى، وباسمي وباسم محافظ محافظة أبين نشكر القيادة السياسية على ما قدمتها لهذه المديريات. ارتياحا واسعا من المواطنين الذين استقبلوا المولدات مثمنين كل الجهود التي بذلتها السلطة المحلية في سعيها لسد العجز في الطاقة الكهربائية. كل المساهم في إيجاد الكهرباء في مدينة لودر، نشكر فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي على جهود الجبارة، ونشكر مأمور مدينة لودر ومديرية الوضيع عمودية ووزير الداخلية والميسري والمحافظ، كل واحد شارك في إيجاد هذه الكهرباء للمواطنين. إضافة إنتاج الطاقة الكهربائية بعشرة ميجاوات ستسهم بشكل كبير للتخفيف من معاناة الناس وتقلص ساعات الانطفاء اليومية بشكل تدريجي بعد تجهيزها ضمن محطة التوليد التابعة لكهرباء لودر.